رابطة بحجم الوطن، وردة فعل بحجم المأساة. إنها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً، التكتل النسوي الوطني الأكثر تماسكاً في وجه العدوان الميليشياوي الغاشم. وقفاتهن التي لم تتوقف باتت الجرس الذي يحاول جاهداً إيقاظ ضمائر ماتت، وأحاسيس تجمدت ومشاعر تجردت من إنسانيتها. من صنعاء إلى الحديدة تتردد صرخات هؤلاء النسوة، وفي أرصفة محفوفة بالمخاطر وظروف جوية بالغة القسوة تنفذ هؤلاء النسوة وقفاتهن دون أن يفقدن الأمل. لم يكسرهن طغيان الميليشيا ولا قسوة المناخ، كما هو الحال بالنسبة لهؤلاء الأمهات في مدينة الحديدة المسكونة بألم الفقد. وقفنا أمام أحد مكاتب الأمم المتحدة للتذكير بالأجواء الحارة التي يكتوي بها المعتقلون والمخفيون قسرياً في سجون الميليشيا دون أمل في الإفراج عنهم من قبل عصابة لا تتوسل العدالة أبداً. ومثل معتقلي الحديدة يمضي الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً أياماً صعبة في سجون صنعاء وعمران وحجة وصعدة، بعضها معلوم وبعضها الآخر غير معلوم. سنوات هن عمر الانقلاب على السلطة الشرعية تؤرخ لمأساة هؤلاء الذين غيبوا وحرم ذويهم من اللقاء بهم. اختفت قضية هؤلاء المخفيين من أروقة الأمم المتحدة ومن أجندة المبعوث الأممي، وتوارت خلف المقترحات التي تتحدث عن إعادة إطلاق سراح ميناء الحديدة وتسليمها لطرف ثالث، وخلف الترتيبات المشبوهة لإعادة تأثيث الطريق لعودة من أطاحت بهم ثورة الشعب وإرادته. تستمر جماعة الحوثي وصالح المسلحة بممارسة سياسة التجويع الممنهجة. صوت هؤلاء النساء هو الذي يجب أن يصل إلى العالم، هو الصوت الأصدق والأنقى، الصوت الذي تخنقه غصة كبيرة، الصوت المقاوم الذي لا يداهن ولا يساوم.